آخر تغيير في صفوف المغرب الفرنسي سيكون بإقحام شعيب خضير. هذه محاولة العمري كيرجع الكرة لحمزة حجي اللي كيرفع الكرة داخل المعترك، تدخل ديال الدفاع دائما لفائدة فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم الشاكير وهدف، هدف لفائدة فريق الجيش الملكي، والمسجل أكيد الهداف المهدي النغمي. إذن المهدي النغمي يسجل هدف في خلال هذا المباراة، وكان العمل الكبير هو اللي قام به اللاعب عبد الرحيم الشاكير اللي توغل من الجهة اليمنى. المهدي النغمي كيتوجه مباشرة للجماهير، أكيد تحية له للجمهور، لانه اكيد كذلك اللاعب اللي لقى المسانده كبيره. لاحظوا العمل ديال عبد الرحيم شاكير اللي مرر المهدي النغمي في المكان المناسب، ينسل من عمر النمزاوي اللي قلت بانه ضرب عليه يعني حراسه لاصقه.